الجزء الثاني من محاضرتنا راح يكون حول مكان الزوايا، مثل ما أخذنا بنهاية المحاضرة أو الجزء الأول من المحاضرة، أنه مكان الزاوية إذا ساين أو كوساين أو تان إشارتها، وكذلك الرقم مالتها. فإحنا أخذنا الفيجر، إذا تذكروا هذا نفسه اللي قبل شوية قلنا أنه هذا الرقم الواحد انقسم على اثنين من الأصل اللي إحنا كنا ماخذيه، وهذا انقسم على اثنين وهذا انقسم على اثنين، يعني اللي أخذ اللي 1 يونت، يعني أخذ الدائرة كأنه دائرة صغيرة، إذا تذكرون الفيجر الأول. فهنا عندنا اكزامبل انه احنا شلون بدنا نحسب لزوايا معينه، مثلا احنا ما نعرف الزاويه، او عفوا نعرف الزاويه بس ما نعرف الداله المثلثيه مالتها. فهنا اول زاويه هي 2 باي على 3، طبعا 2 باي على 3 مين حسبت؟ مثل ما تشوفون السهم الاحمر هذا لل 2 باي على 3، انه ال 2 باي على 3 طبعا هي شنو؟ هي 120 ديجري. هاي ال 120 ديجري طبعا من القاعده قلنا من الصفر الى 120، فهذه الزاويه راح تكون هذه زاوية 120، أوكي؟ هذه مقابلها هذه، هاي الزاوية مقابل هاي الزاوية. فهنا إذا نريد نحسب الساين لها، الساين للتو باي أوفر ثري هو شنو؟ الساين هو المقابل على الوتر، جذر 3 على 2 على 1، فجذر 3 على 2 على 1 هي جذر 3 على 2. طبعا إشارتها إذا نشوف هي بوزيتيف، ليش؟ لأنه إحنا دا نحكي بالربع الثاني، وبالربع الثاني شو يكون؟ يكون الساين موجب. فهاي العبارة راح توضح لي because it is located in the second quadrant it is to be positive. طبعا الكوساين مالتي شنو هو؟ المجاور الواحد على اثنين على الواحد، فالواحد على اثنين على واحد هي واحد على اثنين، بس خلينا لها إشارة سالبة. ليش؟ لأنه يعني بالربع الثاني شنو؟ الإشارة نيجاتيف بالنسبة للكوساين. وكذلك التان هو شنو؟ الماينس جذر 3 على 2 المقابل على المجاور 1 على 2، فالاثنين يختصروا الى 2 فيبقى لنا ماينس جذر 3 واللي هو بالماينس. ليش؟ لانه كنا احنا بالربع الثاني. مثال اخر راح يوضح لنا هذا الشيء، زاويه ال 150 اللي هي 5 باي اوفر 6، هاي ال 5 باي اوفر 6 من هنا الى هنا، فهذه زاويه الباي اوفر 6 يعني اللي هي زاويه 30. فالمقابل همين هاي، شوفوا هذا المثلث نفس الفيلم انه همين مقسوم على 2 على 2 على 2، فهذه الساين مالتنا هي المقابل اللي هو 1 على 2 على الوتر 1، فهو 1 على 2، كذلك اشارته موجبه. ليش؟ لانه احنا بالربع الثاني. الكوساين هو ماينس جذر 3 على 2 على 1، فماينس جذر 3 على 2 وبالماينس اشارته، لانه ليش؟ احنا بالربع الثاني والكوساين بالربع الثاني هو نيجاتيف. التان 5 باي اوفر 6 هو ماينس 1 على 2 المقابل على الجذر 3 على 2 المجاور، اوكي؟ فماينس 1 على جذر 3، ماينس 1 على جذر 3. التيبل القادم اللي راح نخليها سوار هذه البيج القادمه راح يوضح لي انه كل الزوايا شلون انقاست لها الدوال المثلثيه. راح نشوف مقابيل ال 150 ديجري انه هي الزاويه ماينس جذر 3 على 3، في حين احنا طلعناها ماينس 1 اوفر جذر 3، نفسها هي بالضبط ماينس 1 على جذر 3 بس مجرد ضربها في 1. الواحد هنا ايش مخليه؟ جذر 3 على جذر 3، فجذر 3 في 1 هو جذر 3، وجذر 3 في جذر 3 هو 3. فإذا تكتبوه ماينس جذر 3 على 3 أو إذا تكتبوه ماينس 1 على جذر 3 فهو نفس الناتج. كذلك الإشارة هنا بالماينس، ليش؟ لأنه بالربع الثاني والتان بالربع الثاني هو نيجاتيف. هذه الشكلين أو المثالين اللي أخذناهم ال 120 وال 150 وين راح نستفاد منهم؟ راح نستفاد منهم بهذا التيبل. لو نشوف هنا ال 150 مقابلها نص ماينس جذر 3 على 2 ماينس جذر 3 على 3، وال 120 جذر 3 على 2 ماينس 1 على 2 ماينس جذر 3. بقيه الدوال كلها تنحسب على نفس الدوال المثلثيه ونفس الطريقه، نطلع الساين نطلع الكوساين نطلع التان، طبعا كلها على نفس المثلث ابو ال 1 يونت سيل 1 يونت سيركل سوري. عندنا مثال اخر او طريقه اخرى، مثلا ينطيني التان يقول لي 3 على 2 والثيتا يقول لي من الصفر الى الباي على 2، اوجد لي بقيه الدوال. طبعا احنا من ينطينا التان يعني معناها ايش منطينا؟ منطينا المقابل على المجاور، المقابل على المجاور. نشوف الثلاثة هم من هو المقابل اللي هو الاوبوزيت للثلاثة، والبيست اون 2 هو الادجسنت اللي هو المجاور. من نظرية فيثاغورس الار تربيع شو يساوي لنا؟ اكس تربيع بلس واي تربيع، او الهايبوتنس هو شو يساوي لنا؟ تحت الجذر
الاكس تربيع زائدا الباي تربيع، فهنا عندنا هاي 2 تربيع 3 تربيع يطلع جذر 13. فصار عندي، صار عندي المقابل والمجاور والوتر، كل الدول المثلثيه طلعت عندي. مثلا الكوساين هو 2 على جذر 13، الكوتان هو 2 على 3 وهكذا. هنا عندنا موضوع جدا مهم اللي هو البيريودسيتي اند جراف اوف ذا تريجونومتريكس فانكشنز. عندنا رسم الدوال، الدوال اللي امامكم هي الدوال الستاندر. هذه الاشكال انتم تقدرون ترسموها، تقدرون بفرضيه اكسات اكس واي، مثل ما كنا نرسم بالفصل الاول، بدايه الفصل الاول كنا نرسم اي داله ينطينا اياها، نفرض فرضيه اكسات ونطلع مقابلها الوايات. فهنا هم يعني نقدر نفرض ثيتا او الاكس، هنا هي اسمها الاكسات، نقدر نفرضها، راح نطلع كوساين الاكس وراح تطلع لي هاي الاشكال اللي مقابلكم. بس هنا احنا بموضوعنا هذا اريد تحفظون الدوال الستاندر، ذول السته هي ورسوماتها والبيريود مالتها والرينج والدومين مالتها كامله. هاي ست رسومات مقابلكم. ليش هاي الدوال مو هي هدف دراستنا؟ احنا هدف دراستنا انه نزحف الداله، ان ضاعفها، ان نقصها، نقسمها على اثنين، نضربها في داله، نجمع داله، نطرح داله، هذا الهدف من عندها. فاحنا لازم الستاندر نكون حافظيهن. يعني احنا خو مو بالامتحان او احنا داخل الامتحان نقعد نرسم الداله الحفظ، احنا نصرف عليها فد نص ساعه او 10 دقائق او ربع ساعه مثلا حسب سرعه الطالب حتى يطلع لي داله مثلثيه متكامله، في حين احنا نعرف انه الكوساين هذا شكله. بالنسبه للبيريود هنا عندنا فقره اسمها البيريود 2 باي. ال 2 باي ايش يقصد بها؟ يقصد بها بدايه القوس الاعلى اللي هو القمه الى القعر. فمن هنا ماينس 2 باي على الى 3 باي على 2 هاي 2 باي، هاي تمثل لي بيريود. في حين بالساين هي من الصفر راح تبدي قمه والقعر الى 2 باي، فواضحه 2 باي و2 باي. في حين الكوسيكن والسيكن همينه البيريود مالتهم 2 باي. ليش؟ لان هاي القمه وهذا مثلا خلينا نقول هاي القمه وهذا القعر، وهنا هذا القعر وهاي القمه، فهمينا 2 باي البيريود مالتهم. الدومين والرينج بالساين والكوساين من ماينس انفينيتي لانفينيتي، بس هذول الاثنين طبعا. راح نجي وين؟ راح نجي على الدوال اللي هي الكوسيكن والسيكن. تذكرون السيكن قبل شويه من حكينا انه الواي من يكون بالمقام يصير صفر او الاكس بالمقام يصير صفر، واستثنينا من عند السيكن والكوسيكن. هنا هي اتهم الدوال الدومين، طبعا دول الدوال اللي ما يمر بيهم، ونشوفهم خطوط حمر دول طبعا الدوال اللي ما يمر بيهم اللي هو بلس ماينس باي على 2 3 على 2 باي على 2 وهكذا. في حين انه بالكوسيكن هو الصفر والباي والاثنين باي. الرينج مال هذول الاربعه اللي هو الساين والكوساين والتان والكوتان، هاي القمه توصل الى الواحد والقعر يوصل الى ماينس 1، وهنا كذلك هذا ال1 وهذا الماينس 1، وهنا هذا ال1 وهذا الماينس 1. يعني الرينج مال هذول الاربعه هو بين الماينس 1 الى ال1، هاي حافظيها، البيريود مالتهم حافظي، الدومين والرينج مالتهم حافظي. نجي على الدوال الشاذة الاثنين اللي هم التان والكوتان. التان والكوتان همين تتذكرون كانت اكو دوال. ليش؟ لان الاكس والواي راح يصيرون بالمقام، اوكي، فراح يكونون مره اذا صفر قلنا فما يمرون. ذول ايش وقت تصفر الدوال بالتان اللي باي على 2 وال3 باي على 2 اللي هي مشابهه لمنو؟ مشابهه الى السيكن، همين 3 باي على 2 وال3 باي على 2. وهنا بالكوتان اللي هي هم يعني الدوال هاي اللي ما يمر بيها الرسم هي ماينس باي، والهاي اللي هي مشابهه للكوسيكن. مثل ما قلت اكرر مره ثانيه، هذا الموضوع راح نكمله برسم الدوال. رسم الدوال راح تعطيني عده فرضيات. فاول فكره حتى لاول وهله مثلا يعطيني الكوساين تربيع ثيتا، اول فكره شلون ارسم هاي الشغله التربيع، او شلون مثلا 2 كوساين ثيتا او 2 ساين ثيتا او ايا كان الرقم او تان او ايا كان. اول فكره نرسم الداله الاصليه، وعلى ضوء الداله الاصليه راح نحرك، نشفت، نضاعف، نقسم، نضرب. هاي هنا راح نجي الى نهايه الجزء الثاني من المحاضره مالتنا.